الحمد لله حمدا يوازي نعمه، والشكر له جل وعلا شكرا يبلغ أقصى مداه، والصلاة والسلام على من قام ليله يصلي ويبكي، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها المشاهدون الأعزاء، ويتجدد اللقاء معكم في سادس أيام الشهر الفضيل، جعلنا الله وإياكم فيه من الصائمين القائمين لله سبحانه إيمانا واحتسابا. قال الشاعر قديما: الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها، على من رامه نعم فبادر الشكر، واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم. أمرنا الله جل وعلا بشكره في آيات كثيرة، وأكد على ذلك فقال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن ثمة حقيقة مهمة جدا، من غفل عنها خسر خسارة فادحة، وعاش حياة ضنكا، وذلك لأن بالشكر تدوم النعم وتزيد، وبالكفر تزول وتباد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليكم بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. حول الشكر أيها الأحبة وأركانه والفرق بينه وبين الحمد، يسرنا أن يصحبنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن المريخي. مرحبا شيخ محمد، حياك الله. أهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يحييك ويبارك فيك، والله يكتب أجرك. آمين. حرم خطاك على النار. جزاك الله خير. جيت من مسافة ليست بقريبة، لكن الله يكتب أجرك. جزاك الله خير. الله يحفظك. الحمد لله. الله يحفظك. أذكر السادة المشاهدين لمن يرغب بالتواصل معنا، من كان لديه سؤال أو استفسار أو مداخلة، على هاتف البرنامج الذي يظهر على الشاشة 444-441-81. شيخنا، لنبدأ أولا بتعريف الشكر، ما هو الشكر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. الشكر هو الثناء على المحسن، الثناء على المحسن وذكر آلائه ونعمه، وهو الله سبحانه وتعالى، يعني هو أول من أحسن إلى عباده، وأكرم من أحسن إلى عباده هو الله سبحانه وتعالى. والشكور اسم المبالغة، مبالغة من الشاكر. وتعريفه الشكور هو الذي يعطي على العمل القليل الأجر الكبير. ومن تفكر في اسم الله عز وجل الشكور يجد فعلا أنه سبحانه وتعالى شكورا. تعال إلى الحسنة. أولا، إذا عمل العبد حسنة فإن الله تعالى يكتبها له 10 حسنات. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم، شوف هذا، وشوف لما يعني الواحد يريد أن يفهم اسم الشكور، انظر إلى فضل الله عز وجل على عباده، وانظر إلى شكر الله تعالى يشكر عباده. شكر الله تعالى، عندما يشكر الله تعالى عبده يعني يرضى عنه. شكر الله للعباد يعني أن الله تعالى يرضى عن العباد أو عن العبد هذا ويثيبه أجرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، شوف تابع معي، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ما عملها، مجرد أنه فقدها بس هم بها، عزم. هذا يعني هذه الواحد، يعني أنا وقفت على هذا الحديث العجيب، هذا الحديث طبعا في الصحيحين. ثم
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله أكبر، سبحان الله. هذا الشطر بالنسبة للحسنات في الحديث. تعال إلى الشطر الثاني من الحديث في السيئات، ومن هم بسيئة، شوف هم بسيئة فلم يعملها. لماذا لم يعملها؟ لأنه خاف من الله عز وجل. طبعا ما هو أحد يذهب يعني بعد تصور بعض الناس يقول أنا بس كان بيسوي السيئة فرأى أحد الناس فتراجع، لا هذه لا، هذه تكتب عليه. لكن هم بسيئة فتذكر عقوبة الله، تذكر أن الله يطالعه فرجع عنها. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الله أكبر. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، عليه سيئة واحدة. ما احنا عندنا الحمد لله فضل الله علينا أن الله تعالى يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، وهذه نقطة ينبغي. الذي يقول أن تضاعف السيئات لا، خطأ هذا. السيئات تعظم، نعم، يعني السيئة مثلا في البيت الحرام غير عن السيئة في خارج البيت الحرام، السيئة في رمضان غير عن السيئة في غير رمضان، يوم الجمعة، يوم عرفات، في ليلة القدر، في رمضان، وهكذا. فالسيئات في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة المقدسة التي قدسها الله ورسوله، هذه السيئات هي تعظم، وهكذا. وهذا يبين لنا، فعندك السيئات عندك، تعال إلى ربك عز وجل الذي يبدل السيئات حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بني آدم ما يفعل هذه، لو كان على ابن آدم، لو كان على ابن آدم لابن آدم من الأخطاء لعفى عن خطأ أو خطأين، لكن أن يتجاوز ولو عفى عن أخطائه كله لا بد في يوم من الأيام أن يذكره أنه كان عليه خطأ، يبقى في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. يعني هذا شوف، بدل الله سيئات حسنات، من يفعل هذه؟ تعال إلى 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 إلى, إلى الذنوب، لما يغفر الله الذنوب، هذه كلها تبين معنى اسم الله الشكور. الشكور يعني يشكر الله تعالى لعبده فيبدل الله سيئاته، يشكر الله لعبده فيغفر ذنوبه كلها إذا تاب إذا رجع. هذا الحديث يقول الله تعالى القدسي فيه: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فالله تعالى شكور حقيقة، يعني الله تعالى يستحق صفة الشكر، لأن الله تعالى إذا شكر لعبده، انظر إلى هذه الأخبار التي تبين إذا شكر الله لعبده ماذا يفعل الله بعبده. هذه ينبغي أن نقف عندها يعني ويتدبرها الإنسان. الله أكبر. نعم، أحسن الله عليك شيخنا. شيخنا إذا أردنا أن ننتقل إلى أركان الشكر، إذا كان للشكر أركان، فما نعم. ما يمكن أن تكون هذه الأركان؟ إذا صح التعبير يعني أركان الشكر يذكرها أهل العلم. أركان الشكر، أولا شكر الله تعالى بالقلب أو الاعتراف بالنعمة من القلب. لماذا؟ لأن اللسان لا يكفي. الله تعالى يقول هناك: ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالشكر باللسان فقط لا يكفي. بعدين أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان فقالوا: قول باللسان وتصديق بالجنان اللي هو القلب وعمل بالأركان. شوف في تعريف الإيمان، يعني واحد مثلا يقول لك أن أنا مؤمن لكنه يكفي، قال بلسانه فقط، هذا باللسان لا يكفي، لابد أن يستقر الإيمان في قلبك. فهي قول باللسان، تعريف الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان القلب وعمل بالأركان. هنا من أركان الشكر أن هو الاعتراف بنعمة الله بالقلب. فإذا كما تعلم إذا استقر شيء في القلب فإن كل الجوارح تتبع القلب، سينطق بها اللسان وستتحرك بها الجوارح، مثل الإيمان بالضبط. أن الإيمان الآن لما يسمع المسلم الأذان يذهب إلى المسجد، هناك في قلبه شيء اسمه الإيمان، حركه فقام فتوضأ، اشتغلت الجوارح، توضأ وذهب إلى المسجد. ولو سألته أتيت المسجد لماذا؟ لأصلي. أي صلاة؟ الصلاة الفلانية.
لماذا؟ لأنه فرض علي من قبل ربي عز وجل، وهكذا. فالاعتراف بالنعمة بالقلب، التحدث بها، إذا تحدثت بنعمة الله بين إخوانك وذكرتهم فإنهم يتذكرون، يعني بعض الناس قد يكون غافلا فأنت تذكره بنعمة الله تعالى، تقول له مثلا عن الأمن، تقول الحمد لله نحن في بلد آمن ومستقر والأرزاق متوفرة والأمور طيبة، هذه كلها تؤدي إلى أن يقلدك هو فعلا، ينتبه ويلتفت إلى نعم الله عز وجل. بغير الغافل، الغافل لا يعرف هذا الشيء. فإذا تحدثت أنت بنعمة الله كما قال الله، ولذلك قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعم الله حتى تذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى، حتى يعبدوه، حتى يشكروه، حتى يثمنوا النعم ويقدروا المنن. نعم، كذلك هناك يعني استغلال أو استخدام النعم في طاعة الله عز وجل، وهذا تزيد الإنسان يعني بركة، وتزيد الإنسان، وهذا معنى الشكر، من معاني من أركان الشكر، من معنى هذا معنى الشكر، من معاني الشكر هذا هو، عندما يستخدم العبد طاعة الله عز وجل، يستخدم النعم في طاعته. يعني أنا رأيت مرة في التلفزيون رجل آتاه الله قوة، الآن عندنا هنا يعني في العالم العربي والإسلامي، آتاه الله قوة قوية جدا، لدرجة أنه يعني يقول، أنا يقول للمذيع، يقول أنت ليش ما صافحتني؟ فقال له ما أقدر أصافحك، أخشى أن أعور يدك. ما شاء الله، إلى هذه الدرجة. نعم، يعني حتى أتاه الله قوة جنسية، وأتاه الله قوة بدنية وعضلية، عجيب يعني. يعني يقول إلا أنني، أعجبني في كلمتي هاي حقيقة، إلا أنني لا أستخدمها في معصية الله. عجيب، شوف، لا استخدمها. ويعني انا هو في ديار وانا من ديار، قلت والله جزاك الله خيرا، هذا هو المؤمن، لا استخدمها في غير طاعه الله. يعني ما بعض الناس يقول لك انا قوي، يروح يعتدي على ضعيف مسكين، او على امراه، او على طفله، او على ولد صغير، يستخدم مثل الحديث الذي ذكرتك به امس، انا بيني وبينك، النبي صلى الله عليه وسلم راى ابا مسعود البدري، أبو مسعود البدري غير عبد الله بن مسعود، رآه يضرب خادما له أو عبدا له، يضربه ضربا قاسيا جدا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، اعلم أبا مسعود، يرده عليه ثلاث مرات، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يقول فالتفت فإذا هو رسول الله، فوقع الصوت من يدي، وقلت هو حر لوجه الله يا رسول الله، خاف، أعتقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. لماذا نستخدم قوته على هذا الفقير؟ وهناك لما ذكرنا احنا الضعفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، مصدر خيرهم هذا. فهنا يعني استخدام النعم في الطاعات توفيق كبير، وأكبر بلوى على الإنسان أن يستخدم نعم الله تعالى في معاصي، يستخدم الأموال، يستخدم المراكب للسيارات وغيرها، يستخدم النعم، يستخدم قوة، كلها يستخدم في معصية، الأكبر بلوى على الإنسان. الله المستعان. حتى على مستوى، يعني على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمعات، على مستوى الدول والأمم، تستخدم نعم الله في معاصيه، والله ما تفلح، يأخذها الله تعالى على حين غرة، في أي لحظة، وفي وقت ما حسبت حسابها، كما حدثنا القرآن للأمم، كم من قرية أخذها الله عز وجل على حين غفلة، مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولدهم، ابنهم معهم يعرفونه، فكفرت بأنعم الله، بدين الله، برسالة الله، برسول الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أكلوا التراب وأكلوا الشعر من الجوع لما حاصروهم. طبعا مثل الآن الوضع، الآن الناس، بينما الناس في غفلة، الناس في غفلة يشرقون ويغربون، جرأة على الله وعلى الدين، ولما حتى إذا قلت حق واحد هذا حرام يقول لك مين قال لك حرام، يلا روح
ويستخدمون أشياء ويقدمون الدنيا والغرور على دين الله، ويبعدون آيات الله وأحاديث رسول الله، وهناك في دول الكفر يفعلون ما يفعلون من النسيان لرب العالمين في لحظة وفي وقت وفي برهة وفي أقل من لمحة بصر، ما حسبوا حسابها. قال الله تعالى للمرض هذا انزل، فنزل في فيروس، فيروس كورونا يسمونه، أنا أقول يركض وراءنا، يكر وراءنا، كورونا يكر وراءنا، يركض وراءنا. الآن انشل العالم وبذل وتفرغ له، وهو فيروس لا يرى بالعين المجردة. يرون إياها الآن هم أخواننا في الصحة وغيرها، يرون إياه يقول لك هذا مكبر آلاف المرات، آلاف المرات حتى يظهر به، حتى نريكم إياه بهذا الحال، وهو لا يرى، في غفلة. راجعت الناس يا أخي، والله العظيم أغلقت المساجد وأخلت الديار وخاف الناس، يعني هذا حال لم يكن من قبل، ما عرفناه، حتى أبائنا ما عرفوه. مساجد تغلق، ناس تحال بينها وبين أن تخرج من بيوتها بسبب فيروس. ولذلك يعني بكى من بكى والله لما سمع المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، والله بكى يعني بعض أخواني بين يدي، والله بكى، لأن المنظر الحال خطير جدا. والمؤمن يا أخي يرى أنها عقوبة من رب العالمين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، أحسن الله عليك شيخ. حتى إذا يعني القرآن يقول، يقول حتى إذا أصبتم مثليها قالوا أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قالوا مو وين هذا جاي، من عندي أنفسكم، هذا بلوى وهذه مصيبة، وإلا فالله عز وجل رؤوف رحيم بالعباد، ولا يغير نعمه على الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال الله في القرآن. الله أكبر. نعم، السلام عليك شيخنا. شيخنا لدينا اتصال. نعم، الأخ عمير من الخيسة، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. حياك الله أخوي عمير، يا مرحبا. كيف الحال؟ يسلمك، طول عمرك ويسلمك، الله يرضى عليك يا رب. شيخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو ناصر، كيف الحال؟ يسلمك، الله يحييك أخوي. الله يسلمك أخوي. بالنسبة حق صلاة التراويح، إذا بغيت أصلي أنا على كرسي، ما أقدر مثلا إذا معايا أحفادي يصلون وراي اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مو بكبار في السن يعني على 14 وكذا، هل يصح إني أصلي بهم أنا على كرسي ولا لا؟ إن شاء الله طال عمرك، أبشر يا أبو ناصر، إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. بعدين في حاجة واحدة على يسلمك، اتفضل. طال عمرك، بالنسبة حق زكاة الفطر، هل تصلح؟ صح إن إحنا نظهرها من أول الشهر، نظهرها فلوس ولا متاع ما بحد تروح تدور؟ إن شاء الله طال عمرك. طال عمرك، الحمد لله. إن شاء الله. الوالد عمير يسأل إذا كان يصلي إماما على كرسي. الذي يصلي إماما على الكرسي يصلي المأموم معه جلوسا، لكن في هذه الحالة ما دام يوجد من يستطيع أن يصلي واقفا، لأن الوقوف ركن من أركان الصلاة، فإذا على القيام يعني، فإذا كان يوجد من يصلي إماما قائما أفضل من أن يتقدمهم واحد جالس. فإذا وجد هذا الإمام يصلي، يعني مثل حال عمير بن ناصر هذا الحال، أحسن له أن يقدم من يصلي قائما ويصلي هو وجالس على كرسيه، وإلا يعني اللي صلى الإمام جالسا يصلي المأمومون جلوسا معه. نعم، اقتداء به. إيه نعم، لكن ذا الحالة الآن يقول معاه أحفاده، وأبو ناصر عنده، لأن نحن نعرف أنه عنده من يقوم يعني يصلي إمام واقف، فليصلي أو غير أبو ناصر يصلي، يأتي بإمام يصلي قائما ويصلون خلفه. نعم، هذا متوفر يعني. نعم، أحسن الله عليك شيخنا. استأذنك وأستأذنك في كم في السؤال الثاني. السؤال الثاني الأخوة يقولون بعد الفاصل. الله يرحم والديك. استأذنكم من المشاهدين الأعزاء في فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل الأسئلة ونستكمل موضوعنا حول الشكر. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء، ولا زال حديثنا متواصلا حول موضوع الشكر. وقبل أن ننتقل حقيقة لبقية النقاط التي سنتعرض إليها، نريد أن نجيب على سؤال الوالد عمير يسأل عن إخراج زكاة الفطر من أول الشهر. والله هذا فيه رأي، ولكن أنا اللي أعرفه أنه رأي ضعيف، رأي ضعيف. لكن الإنسان حتى يكون على بينة من أمره وحتى يرتاح ويعني يذهب يستخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، أو يستخرجها قبل صلاة العيد، هذا كما قلنا قبل يومين، هذا الوقت الفاضل. يعني عندنا وقت فاضل ومفضول، الوقت المفضول المتأخر شوي اللي هو قبل العيد بيوم أو يومين، والوقت الفاضل قبل العيد يعني يدفع صدقة الفطر ويذهب إلى مصلى العيد، طبعا قبل الظروف هذه. كذلك يأخذ احتياطه بأن يعني تصل زكاة الفطر إلى مستحقها. نعم. ما ترسلها لي وأرسلها لك، يعني أنا عندي خزائن البيت مليان وأنت عندك الخزائن مليانة من التموين، فهو هذا يرسل وهذا يرسل، يعني ما سوينا شيء. نعم. هي هذه يعني كما قلنا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر طهرة للصائم، تطهر صيامه من لغو، من كلام، من نظرة حرام، من سماع حرام، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. يعني حتى أبو ناصر كنا يقول الحين ما في أحد يعني يأخذ الصدقة، يعني هل هي قيمة أخذها قيمة؟ لا والله، فيه يعني لو أرسلت من كما قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لو أرسل من تمر الإخلاص وأرسل من الرز الطيب الذي نأكله والذي نبحث عنه، والله يجد من يأخذه من الفقراء ويكون ممنون وشاكر. هذه نعمة كبيرة ترى، يعني الواحد ينفق مما يحب. فموجود يا أبو ناصر الفقير الذي يقبل العيش اللي هو الرز، ويقبل كذلك التمر الجيد الطيب النقي الصافي الذي أكله أنا وأنت وأهل البيت، موجود الفقير اللي يأخذ هذا، وموجود الفقير الذي يقبل الرز. يعني في فقراء ما يستطيعون يشترون الرز المطلوب أو الرز النقي الصافي من لضعفهم، فلو أهديت لهم صدقة الفطر رزا والعيش هذا أو التمر مطلوب، وهذا موافق للسنة. مع أن بعض أهل العلم يجيزون إخراج القيمة، القيمة، لكن الإنسان حتى يخرج من الخلاف يفعل السنة، يفعل السنة، وبعد ذلك إن كان عنده شيء من التصدق بالدراهم فليجعلها صدقة. نعم. يعني يقدم السنة، يجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا، حاول أن تقترب من السنة. الآن بعض الناس وش يسوي؟ الآن بعض الناس يعني لا يفهمني البعض أن أنا ضد القيمة، لكن أنا أقول السنة أولى. أولا نعمل السنة ونجتهد حتى نبلغ السنة أو حتى نقترب من السنة، وهذا ممكن، وهذا ممكن. أنا شخصيا أقول لك أفعله وغيري يفعله، صحيح، وهذا موجود. لكن البعض يهرع مباشرة إلى القيمة حتى يقول لك ادفعها وخلصها. أنا أقول لك، أنا ما أقدر أقول لك ما تجوز، لكن هذا موجود. لكن السنة أولى. نعم. السنة أولى. نعم. افعل السنة واجتهد حتى تبلغ السنة، يبلغك الله تعالى إياها. نعم، حسن الله عليك شيخنا. معنا الشيخ خالد أبو موزة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي طبعا لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الريان الكريمة. الله يحييك وبارك فيك يا شيخ خالد، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. شيخنا الله يحسن إليك، اليوم موضوعنا حول الشكر، ولا شك أن قيمة الشكر من القيم التي يعني لا بد أن تغرس يعني في نفوس الأبناء، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرق العملية. لو حدثتمونا شيخ خالد حول ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر من القيم الرائعة في الإسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الشكور والشاكر، ولذلك يجب أن ننتبه لهذه القضية. يعني حتى سلفنا الصالح كانوا يقسمون الشكر إلى ثلاث أنواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح. وبعض السلف كان يقول الصلاة لله عز وجل شكر له،
الصيام لله سبحانه وتعالى شكر له، الزكاة عندما أطهر مالي هذا شكر لله سبحانه وتعالى، عندما أدعو الله سبحانه وتعالى فأنا أمارس عملية الشكر. هذا الذي يفعله المسلم من حسنات في حياته الدنيوية هي شكر لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يفعله المسلم من ابتعاده عن الشبهات وعن المنكرات وعن ما يغضب الله سبحانه وتعالى هذا شكر لله سبحانه وتعالى. عندما نعلم أولادنا أن نمارس عملية الشكر بقلوبنا وألسنتنا وأبداننا وجوارحنا، عندها فعلا يستشعر أولادنا عظمة الله سبحانه وتعالى. خلونا قضية البلاء أو الوباء الذي حل بالعالم. عندما شاهدت مشهد في فيديو، هذا يقول أن وزن الفيروس، هذا فيروس الكورونا مش عارف إيش كذا 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 في المليون من جرام. طيب عشان يصيب الإنسان كم نحتاج من فيروس؟ يقول ما أدري إيش كم مليار فيروس عشان يهجم على هذا الإنسان ويصيبه بالمرض. الذين أصيبوا الآن عددهم تقريبا حاليا تقريبا 3 مليون. يقول وزن الفيروسات التي هاجمت هذه 3 مليون مريض الآن أقل من 2 جرام. إيش هذه العظمة؟ عندما تتحدث بهذه القضية مع أولادك، أقل من 2 جرام من الفيروسات فعلت هذه الأفاعيل بالبشرية، أفلا نشكر الله سبحانه وتعالى على تلك الأيام التي كنا نمارس فيها حياتنا ونخرج فيها مع أصدقائنا ومع أبنائنا ونتعارف ونتزاور، والآن منعنا. تخيل أنني يعني أستشعر الشكر لله عز وجل. كنت أتأمل في السنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان 9 مرات، ولكنه صلى بالناس 3 ليال فقط جماعة، وبقية الرمضانات صامها وكان يقوم الليل في بيته، وكان الصحابة يقومون الليل مع أبنائهم أو مع زوجاتهم أو فرادى. قلت يعني هذه الآن كلنا نصلي جماعات في المساجد وصلاة التراويح، جاء هذا الفيروس خلانا نجرب ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. فقلت أنا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جعلني فعلا أقترب إلى الله عز وجل مع أهل بيتي. يعني تخيل هذه القضية، لو ننظر إليها ونتأمل فيها، وكان في زمن أبو بكر الصديق أيضا كانوا لا يصلون التراويح جماعة. أنا أتأمل إن أنا قاعد أجرب شيء كان عليه الصلاة والسلام يفعله، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على هذه القضية. يجب أن نعلم أولادنا أن الصدقة شكر، وخاصة الصدقة في رمضان. وكان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان حينما يلقاه جبريل كل ليلة يتدارس معه القرآن. تخيل هذه القضية الآن وأنت في بيتك محبوسا لا تستطيع أن تخرج. الشكر من أعظم صفات القانتين لله سبحانه وتعالى، الطائعين لله سبحانه وتعالى، أن تشكر بقلبك وتشكر بلسانك وتشكر بجوارحه. نعم، أحسن الله عليك شيخ خالد، ونحن أيضا نشكرك حقيقة على هذه المداخلة، وأسأل الله أن يكتب أجرك يا شيخ خالد أبو موزة. شيخ محمد، عجيب يعني 2 جرام تسبب في هذه الأعداد. نعم. شفت شلون هذا اللي قلت قبل شوي كنت نتكلم إحنا في غفلة الناس وبعدهم. سبحان الله، يأتي الله تعالى بهذا الحال أو بهذا المرض و تنشل الحياة والحركة، حتى أن يعني الناس بكثرة يعني المسؤولين في الصحة وغيرهم يرشدون الناس ويوجهون الناس، حتى الناس يعني يتابعون الناس بالقوة، اجلسوا في بيوتكم لا تخرج، لا تمضي، لا تفعل كذا، إغلاق الأسواق المحلات إلا ما
الصحيه والغذائيه. يعني هذا شنو هذا؟ هذا لا شك انه يجب على الناس ان يلتفتوا الى الله عز وجل. الله اكبر. والله يلتفتوا الى دين الله عز وجل. ويمكن ستاتي ان شاء الله هذه النقطه اذا يسر الله الوقت ان شاء الله. شيخنا استاذنك، وصلنا الى الفاصل الثاني. استاذنك واستاذن المشاهدين الاعزاء في فاصل قصير، نعود بعده لمواصله بقيه فقرات حلقتنا لهذا اليوم حول موضوع الشكر. فاصل ونعود اليكم ان شاء الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء، ولا زال حديثنا متواصلا مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد بن حسن المريخي. ولنعود إلى الشكر شيخنا، إذا أردنا أن نفرق بين الشكر والحمد، هل هناك من فروق؟ نشكر الله تعالى. نعم. لنتعلم شكر الله. والله نعم، محتاجين فعلا لذلك. والله نعم. قلت عن الفرق بين الشكر والحمد. نعم. هل هناك من فرق بينهما؟ بعض أهل العلم قالوا، يعني قالوا هم سوا بمعنى واحد، وبعضهم قال لا، الحمد يكون باللسان، والشكر يكون الحمد يكون باللسان أو بالقول، والشكر يكون بكل الجوارح. وفريق ثالث قال الحمد في السراء والضراء، والشكر لا يكون إلا عند تجدد النعم. يعني هذا تقسيم أنا رأيته تكلموا فيه بعضهم. نعم جميل. نعم. جميل. إما أن يكون في للسبب الموجب سواء كان سراء أو ضراء. نعم. يعني ولذلك تسمع تسمع يعني المقولة المشهورة هي، أنا ما أعرف أنها حديث، يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. فيحمد الله تعالى في السراء والضراء، وهذا شيء معروف، هذا شيء مسلم به. يعني الإنسان إذا جاءته نعمة حمد الله عليها، وإذا أصابته مشكلة ومصيبة حمد الله على كل حال، الحمد لله على كل حال. طرق هذا الباب، هذا المشروع لم يفتح له، لم يوفق، الحمد لله على كل حال. إيه نعم. نعم أحسن الله إليك. طيب شيخنا، الشكر من صفات الله تطرقنا إليه، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الشكر صفة الأنبياء. نعم يا أخي، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكرهم لله يأتي يا أخي من معرفة يقينية، معرفة يقينية. هم أنت كلما عرفت الله تعالى أكثر كلما عظمت الله تعالى أكثر. ولله المثل الأعلى، أنت لما تعرف مقام الأمير، مقام الملك، مقام الوالد، مقام الوالدة. يعني بعض الناس الآن يمكن يعني ما قرأ في الشرع بالذات يعني عن مقام الوالد والوالدة، ولذلك تجد من والعياذ بالله يتجرأ على والديه. فأنت كلما عرفت الشيء معرفة يقينية أو معرفة قريبة جدا منه ثمنته، إما أن ترفعه أو تهبطه والعياذ بالله. ولله المثل الأعلى، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الله تعالى حق المعرفة، ولذلك يثمنون نعمه ويقدرون مننه، ولذلك يأتي شكرهم لربهم عز وجل شكرا معززا قويا. تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرف الله تعالى، لما جاهد قومه، لما عرف نعمة الله عليه بالنبوة والرسالة والإيمان والنجاة والفلاح ورسالة بهذا الدين العظيم، واصطفاء رب العالمين له ليكون سيد الأنبياء والرسل، وليكون أول من يدخل الجنة وأول من يطرق باب الجنة والشافع يوم القيامة. هذه كلها النعم قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي لله في الليل حتى لدرجة أن تتشقق قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول، يعني تقول له يعني لو خففت عليك الله تعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم ما زال يبحث عن الحقيقة، لم يعجبه ما يفعله والده آزر من أصنام وعبادة أصنامه، ولذلك ذهب يكسر أصنامهم. كان يبحث، رأى القمر ورأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، رأى الكواكب رأها تغيب
لم يعجبه ذلك، ما زال يبحث عن الحقيقة، ما زال يبحث عن ربه، يريد ربه عز وجل الذي خلق هذا الكون. لم يجد الراحة حتى وجد ربه سبحانه وتعالى، فكان مثنيا على ربه، شاكرا لربه أن يعني أنت الآن لما يوصلك الله تعالى، خاصة يعني بعض الباحثين لما يبحث عن معلومة وهي يبحث فيجدها يخر لله ساجدا يرتاح. اسأل الباحثين تجد مستانس أنه وجد الحديث، وجد من يصحح الحديث، وجد من يفسر الحديث، وجد المعلومة الذي كان يبحث عنها. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولله المثل الأعلى شكر لله عز وجل أن هداه، أن أوصله إلى هذه النعمة، إلى التوحيد، فأثنى الله عليه، إن إبراهيم كان أمة، يعني يعدل أمة في توحيده، يعدل أمة بحاله، شخص واحد. شوف وين وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، موسى يقول الله تعالى له إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى أن يكون من الشاكرين. فالأنبياء والرسل، نعود ونقول الأنبياء والرسل شكرهم يا أخي يأتي من معرفة، تجد شكرهم، تجد شكرهم مثمنا متينا عن علم ومعرفة وقرب. يعني شفت الذي يثمن هذه النعمة أو تلك يثمنها لأن يعرفها. أنت الآن أو البعيد لما يمر عليها رجل يعرف منه من علية القوم وسيد الرجال، نعم، فيقوم له بالاحترام والوجوب لأنه يعرف من هذا. لكن لو مر هذا نفس هذا مر على من لا يعرفه يمرره برور الكرام. ولذلك ذو الخويصرة حرقوص بن سعد يقول يسمون كبير منافق كبير عياذا بالله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي لرسول رب العالمين وتقول له اعدل، يقول له اعدل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول شوف هذا ألقاه جهله، أو يعني جهله ألقاه هنا في هذه البلوى، وهو أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وهو الذي الله تعالى قال عنه وأمرت لأعدل بينكم. تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له اعدل، ولذلك قال ويلك ويحك من يعدل إلا ما أعدل، إذا ما عدلت أنا من يعدل، أنا رسول رب العالمين صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى فقرة التغريدات، ولدينا هنا تغريدة حقيقة من حساب علماء قطر، حقيقة حساب جدير بالمتابعة، ينقل بعض الآثار وبعض ما أثر عن مشايخنا، مشايخ هذه البلد الطيبة. هنا نقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله قوله: مصطلح الحديث هذا العلم الذي تفخر به هذه الأمة، والذي يعد بحق ميزانا دقيقا لتمييز الأسانيد وبيان أحوالها بقواعد مضبوطة وأسس رصينة، فهذا العلم بالنسبة للحديث بمنزلة قواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. هنا مقولة للشيخ الأنصاري رحمه الله حول مصطلح الحديث. فعلا هذا العلم الذي تميزت به هذه الأمة شيخنا، علم الأسانيد والرجال. حتى نحن أمة التحقيق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية صحيح، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نحن مصطلح الحديث نحقق فيه الحديث، نحن لا نتجرأ على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله يعني النووي رحمه الله، النووي في كتابه المجموع يقول: كان السلف الصالح لا يقولون قال رسول الله إلا والحديث صحيح. يعني الآن، وهذه بمناسبة جزاك الله خير وجزا الله خير من يعني أوصلنا إلى هذه التغريدة، ورحمه الله الشيخ عبد الله الأنصاري، الآن تجد بعض الناس طبعا هو ما قرأ الحديث ولا يدري عن الحديث، يمكن في بعد عن الدراسة الشرعية إلا ما ندر، فتقول له مثلا حديث يستغربه هو. يعني أنا قرأت مرة في إحدى صحفنا من زمان
مسؤول كبير في إحدى دولنا العربية بل الخليجية يحذف 5 أحاديث من البخاري ومسلم، وكان يتكلم عن اليوم العالمي اللي يسمونه اليوم العالمي للمرأة، فوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أو وبعلها شاهد، صيام النافلة ما تصوم إلا بإذنه، لكن الفريضة ليست بإذنه، رمضان تصوم لكن النافلة تستأذنه. فيقول لك هذا لا، رسولنا الكريم لا يقول هذا، هذا حديث مرفوض، هذا حديث متفق عليه الصحيح عند البخاري ومسلم وغيره من الأحاديث انتصارا للمرأة. المرأة نصرها الشرع، لم ولن ينصر المرأة أحد بعد الله عز وجل. وأنا أذكر غردت تغريدة بهذا: من قال للمرأة افعلي أو تصرفي بغير ما أمرها الله فوالله إنه يقودها إلى النار، والله يعني لو أقسم أحد على القرآن وقال لي وقال لك أن يريد للمرأة خير وقد أمرها بغير ما أمر الله فهو يكذب، يكذب، لأنه لن يكرم المرأة بعد الله أحد. نعم. اقرأ في الجاهلية كيف حال المرأة، واقرأ في الإسلام كيف أعزها الله ونصرها. نعم. كانت تباع وتشترى، ما لها قيمة، تباع وتشترى. زوجة أبي ما هي أمي، زوجة أبي إذا مات أبي ورثها يرمي عليها الثوبة وبعدين يبيعها يشتريها يوديها يجيبها على كيفه يلعب فيها. إذا مات زوجها تلقى في حظيرة الدواب سنة كاملة لا تغتسل ولا تمتشط، يلقى إليها الأكل إلقاء من بعيد. الله المستعان. وحتى بعد عام كامل حتى إذا خرجت ما يلامسها حيوان إلا مات من الوسخ. هذه المرأة، انظر إلى المرأة الآن في ظل الإسلام، هذه مسألة يعني يلتفت إليها. فهذه التغريدة رجعنا إلى مصطلح الحديث. نعم نحن مصطلح الحديث خدمنا به علماء الإسلام خدمة يعني ليس بعدها خدمة، خدم بها الدين. يعني الآن بعض الناس يقول لك احنا عندنا القرآن بس، عندنا القرآن، الحديث هذا السنة فيها الضعيف، هذا كلام مجرد كلام. أنا أقول له هذا الرجل وأتحداه، لن تستطيع أن تعمل بالقرآن إلا بالسنة. مثال واحد والوقت ضيق، لو القرآن يقول لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لا تصلي صلاتنا هذه لأن هذه علمتنا السنة، صلي كما أمرك القرآن، كيف تصلي؟ وغير هذا كثير في القرآن. بعضهم يقول لك اللي يقدم العقل مثلا على الشرع، ترى العقل يأتي في لحظة من اللحظات ويتوقف. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يلا وين العقل؟ تدخل العقل هنا، فسر لي هذه، مع أن الصلاة أهم من الصوم. المرأة التي عليها عذر في رمضان تفطر الأيام التي تصوم الأيام بعد رمضان التي أفطرتها في رمضان لعذرها. فعائشة تقول رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ليش؟ مسألة تعبدية. خلاص هذا الشرع. تقول لي العقل يقف يحترم نفسه ويوقف عند حده إذا تكلم الشرع. قضية أن هذا نأخذ القرآن فقط، حتى القرآن ما تفهم القرآن أنت إلا بالسنة. السنة بعض الناس يظن أن السنة هي مستحبات وخلاص، لا، السنة تشريع، فيها أوامر، فيها تحليل، فيها تحريم، تحريم زواج المرأة وعمتها، المرأة، الجمع بين المرأة وخالتها، المرأة وعمتها في الشرع، هذا حرام، حرام. من وين هذا أخذناه؟ ما هو موجود في القرآن، هذا من السنة. وغير هذا كثير في السنة لا يسمح به المقام. الله أكبر. وبالمناسبة بعدنا بلحظات الآن هناك برنامج يقدمه الشيخ سعيد البديوي حول أعلام السنة ويتطرق لمواضيع مصطلح الحديث. أنا سمعت يعني واحد الأبناء يقول لي أمس أنه أعلام المحدثين، واحد من الإخوان إيه لا يجي، وقال واحد أتاه واحد وقال له هذا يقول مخطط على صحيح البخاري، وقال هذا السنة كذا، وكنا يطعن في السنة وإحنا نكتفي بالقرآن. يقول سبحان الله، تكتفي بالقرآن؟ أي والله، كيف تكتفي بالقرآن؟ ما تستطيع. أنا أقول هذا، شوف هذا الذي يقول نكتفي بالقرآن هو أحد اثنين: إما أنه جاهل أو أنه كذاب. الكذاب يريد أن يطعن في الدين
وهذا إن شاء الله مو بعيد. لكن الجاهل قد ما قرأ، لكن على الجاهل أن يتواضع ويسأل. كلنا إذا جهل مسألة فهو جاهل فيها حتى يتعلمها، فإذا علمها صار بها عالم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، حتى الإنسان إلى اليوم وإلى يوم القيامة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان لا أنا يعني إذا سمع الوقت حتى في آخر والله الشيخ يبدو الأخوة كان الوقت انتهى انتهى. نعم أحسن الله عليك شيخنا، أسأل الله يجعل في موازين حسناتك شيخنا الكريم. كما الشكر موصول لكم أيها المتابعون الكرام على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.